لابد من التنبيه أم من الناحية الحديثية. أما هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته إلى الإمام مسلم، والسبب في ذلك واضح بين، وهو أن الحديث له علاقة بالفتن التي تكون بين يدي الساعة، فهو في ذلك كالحديث الذي يليه تماما. فرجع المشار إليه إلى كتاب الفتن من صحيح مسلم فلم يجد الحديث في كتاب الفتن، ففكر أن يكون هذا الحديث من صحيح مسلم، لكن الواقع أن هذا العازف من المصنف وغيره وهذا الحديث للإمام مسلم هو عزل صحيح، لكن كل ما في الأمر أنه أخرجه في مكان ليس هو مغلق إيراده فيه، وذلك أنه أخرجه في كتاب الإمام، وهو أول كتاب من كتب الإمام مسلم في صحيحه. بينما الكتاب الآخر الذي يظن أن يوجد فيه هو آخر كتاب في صحيح مسلم، وهو كتاب الفتن. فلما لم يجد بعض الباحثين هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح مسلم ظن أن عزه لمسلم خطأ، وظنه هو الخطأ، فقد أخرجه الإمام مسلم في كما قلنا كتاب الإيمان من أول صحيحه، وهو في الطبعة الإسطنبولية القديمة والتي صورت منذ بضع سنين في مصر في المجوز الأول في الصفحة 76.